الاهلي المميزه، واكيد قالت لنا كل التفاصيل اللي بتتعلق بتدريبات الفريق النهارده بعد استئنافها عقب مواجهه الامس امام فريق الانتاج الحربي، واستعدادا كمان للمباراه الهامه المقبله امام فريق اسوان. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. عندنا بعض كمان او عندنا اخر حاجه ممكن نعلق عليها في ترند الاهلي النهارده، وتحديدا من الحساب الرسمي لموقع مبتدا، واللي قال ان الاهلي حسن بديل رمضان صبحي. خلينا نقول ان احنا عندنا عدد وافر اوريدي يعني في قائمه النادي الاهلي في المكان ده، عندنا كهربا، عندنا وليد سليمان، عندنا كمان طاهر محمد طاهر الصفقه الجديده، لاعب مميز طبعا، ما فيش خلاف على امكانيات رمضان، انتوا عارفين راينا فيه، يعني امكانيات كبيره جدا ومميزه، لكن الاهلي ما بيقفش خالص على حد، والاهلي اعتزل في تاريخه كله عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين، لكن في كل الاحوال هم قصدهم هنا في الخبر ده على محمد شريف وعودته من الاعاره، وده ممكن يكون قرار مستر ريني فايلر، لكن احنا هننتظر الرسمي دايما مع نهايه هذا الموسم. هروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نواصل، استنونا.